بعد كده حالة هنا سكوت احمد مدمولي مع رامي ربيعه. احنا قلنا دايما السكوت مش كل سكوت يحتسب عليه مخالفه. كابتن ايمن نشوف هنا لعبه تاني من زاويه تانيه، وهنا داس على الكره وراح ستوب. هنا بقت المنافسه ما بين اتنين لعيبه كابتن عادل. خلاص خلي بالك، ماليش علاقه بال 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 بالقوه الجسمانيه. خلي بالك هنا رامي واحمد مدبول الاثنين رايحين تنافس، وبالتالي التنافس هنا التنافس شرعي عادل، مفيش مخالفه هنا من 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 رامي اطلاقا اطلاقا. احمد غندور استمر اللعبه، كان قرار ممتاز، وهنا الفار اكد ان هنا لا يوجد مخالفه. ويمكن احمد هنا قريب، وبحيي احمد على هذا القرار، كان قرار صعب بالنسبه لي اللاعب. هنا بنشوف محمد عزازي 10 على 10، ده اللي احنا قلناه الحلقه اللي فاتت عشان الناس هنا بتسمع كلامنا وبتطور يا كابتن عادل. صح كابتن علاء، كابتن شريف ساب اللعبه تواصل وخلى الهجمه تنتهي، ثم اشار بالتسلل وانا بشيد بمحمد عزازي في هذه الحاله. الحاله بعد كده نفس الشيء بنشوف هنا استنى، وبعدين هنا رفع على طول، هنا اللاعب هنا الاسماعيلي، شوف التسلل موجود ولا مش موجود. عزاز النهارده كان متميز، واحمد حسام كان متميز، غندور كان كويس على فكره. نشوف تاني هنا الراجل سابق وتمركز هايل جدا جدا. يا كابتن نصر العزيز، انا شايف ان احمد غندور قدم مباراه كويسه ما فيهاش اخطاء. بص يا كابتن، زي ما قلت لك احمد غندور النهارده زي ما قلت لك بيخاف على الماتش، وزي ما قلت لك كل حالات الصندوق نجح فيها بشكل تمام. ده حقيقي. ولا احنا بنتكلم على لعبه الفار، هو الفار جاب له افضل زاويه من وجهه نظر الفار، وهنا الغندور اقتنع بان الكره هو قدم مباراه كويسه انا شايف. بس نروح للحاله اللي بعد كده، شوف حاله مهمه جدا جدا، وشوف تعاون، والتعاون موجود ما بين لاعب ما بين الحكم المساعد احمد حسام طه واحمد الغندور في هذه الحاله. اللي جاي تاني مخالفه هنا، كان لابد يا احمد النهارده هنا التهور موجود، هتثبت المخالفه، ولكن كان يجب انك انت تدي البطاقه الصفراء في هذه الحاله. الحاله اللي جايه تاني مهمه جدا جدا، ونشوف هنا استمرار اللعب، والقرار كان قرار صحيح، وهنا الدفع موجود، والتعاون ايضا من محمد عزيزي في هذه الحاله حاله مهمه جدا جدا. التعاون كان موجود ما بين طاقم التحكيم بالنسبه للمساعدين يا كابتن علاء، دفع موجود هنا من احمد عبد القادر، والمخالفه صحيحه والقرار كان صحيح من حكم المساعد والحكم. اللعب اللي جاي دي مهمه جدا 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 جدا، ولو انا قلت لعلاء او عادل او شريف او اسامه هيشرحوها. هذه فيها طرد طاقة حمراء؟ لا محمد عبد المنعم غطى. تعالى هات بقى، هات لي اللوكيشن الاولاني كده، اللعبه من اول خالص كده برجاوي ساعه ارتكاب المخالفه بقى ونقف. بس ارجع تاني شويه، سنه بس واحده، سنه سنه سنه. ده منعم سابق. سنه بالعكس، ده منعم سابق. نمشي نمشي شويه، نمشي برجاوي شويه. بس انا عاوز حد يشرح اللعبه يا جماعه من عندكم، هل دي فيها بطاقه حمراء؟ لا 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 طبعا، ما منعم اهو زياده. ليه حد طلع قال فيها بطاقه حمراء؟ احنا قلنا فرصه محققه. لا لا لا، انا بس بشرح يا جماعه، هنا احنا بنحكي للناس، هنا الفرصه المحققه هنا المعايير، اربع معايير بنقول عليها: اتجاه العام، السيطره، تمركز المدافعين، ثم هنا بنقول التمركز اللاعبين. هنا عبينا مغطي اللعبه، وبالتالي هنا البطاقه الصفراء فقط، وهنا ما فيش بطاقه حمراء في هذه الحاله. تمام؟ الحاله اللي جايه ونشوف نفس الحاله، هنا مفيش اي مخالفه، والالتحام التحام مشروع، وبالتالي هنا قرار الحكم كان اختبارات كتيره كانت النهارده لاحمد غندور في هذه المباراه، يعني اعتقد نجح فيها بشكل كبير، وهنا مفيش اي مخالفه بالنسبه للاعب الاهلي، وكان ممكن يحسب هنا خطا على لاعب الاسماعيلي ان هو كمل في احمد الشناوي. نشوف هنا كمل، هنا مفيش مخالفه، وبالتالي هنا بشوف هنا كمل في الرجل. يمكن دي اخر حاله معانا كابتن ايمن. بشكل عام احنا قلنا ان اي مخالفه من او اي هدف بيجي لابد ان الفار بيراجع عليه، وبالتالي هو راجع. واحنا نصيحتنا كابتن علاء زي ما انت حضرتك قلت، الماتشات اللي جايه مهمه جدا، لابد ان احنا نعين افضل حكام عندهم خبرات خاصه في الفار عشان نعدي بيه، خصوصا المباريات اللي هي الصراع اللي جاي على الوجود طبعا. وزي ما قلنا ده الاتحاد الافريقي بيشتغل عليه، واحنا المفروض نشتغل مع الاتحاد الافريقي. كابتن ايمن صحيح. تاني بنقول مبروك للنادي الاهلي، توفيق للتحكيم المصري. فيتور بيريرا عاوزين نشوفه بقى.
السنه الجايه ان شاء الله بدايه الموسم. اشكرك يا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، امتعتني. خليك.